في بادرة تعتبر الأولى من نوعها عربياً، أصدر مهرجان دبي السينمائي كتاب سينما الشغف، الذي شارك في إعداده 475 ناقداً ومخرجاً وأكاديمياً مختصاً بالسينما، للاستفتاء على أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية. قائمة الأفلام التي تم اختيارها تصدرها الفيلم المصري المومياء للمخرج شادي عبد السلام، كما ضمت أفلاماً من مختلف الدول العربية. هذا أول استفتاء للأفلام العربية في العالم، من العالم العربي. الشيء الثاني أيضا الوقت، يعني هناك أفلام نحن نتذكرها طبعا من أيام الستينات والسبعينات، ولكن أفلام الجيل الجديد من 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 من, من الشباب والشابات اللي وصل لين 2010-2011 هذا ما كان موجود. أفلام المراكز العشرة الأولى التي تضمنت أعمالاً تعد من كلاسيكيات السينما العربية، تضمنت في المرتبة العاشرة فيلم المخدوعون للمخرج توفيق صالح، بينما جاء فيلم اللبناني زياد دويري بيروت الغربية في المرتبة التاسعة. أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب المخرج المصري داود عبد السيد وفيلمه الكيت كات، وجاء فيلم يد الآلهة للفلسطيني إلي سليمان في المرتبة السابعة. أما فيلم أحلام المدينة للمخرج السوري محمد ملص فقد احتل المرتبة السادسة، في حين كانت المرتبة الخامسة للتونسية مفيدة تلاتلي بفيلمها صمت القصور. أما الراحل يوسف شاهين فقد جاء فيلمه الأرض في المرتبة الرابعة، بينما احتل المخرج الجزائري الأخضر حمينة المرتبة الثالثة بفيلمه وقائع سنوات الجمر. ويعود شاهين بفيلم باب الحديد الذي يحتل المرتبة الثانية بعد مواطنه شادي عبد السلام بفيلم المومياء في المركز الأول. إتاحة الفرصة لإعطاء تصور للأجيال الجديدة أو للأجيال القادمة لمعرفة تاريخهم، والتاريخ ليس فقط قصف وإلى ما هنالك، وليست فقط المعلومات التاريخية والسياسية، الثقافة، والثقافة باعتبارها مهمشة إلى حد كبير في المنطقة، والسينما من بينها. سينما الشغف يضم بجانب قائمة 100 فيلم دراسة تاريخية ونقدية للسينما العربية، ليمثل بذلك هدية قيمة لجمهور ودارسي فن السينما، وتكريما مستحقا لأبرز صناع السينما العرب الذين خلدتهم أعمالهم التي لا تزال حية في وجدان المشاهد العربي.